ثمان اهداف، عنده ثمان اهداف. يتقدم يتقدم يتقدم، توتي سدد، هدف للنصر، هدف للنصر في طريق العودة، في طريق العودة وإنهاء 107 أيام من المعاناة، من الخسائر، من التعادلات، من عدم الفوز. نعم، النصر الآن يتقدم بضربة جزاء صنعها الكعبي عبد العزيز وسجلها أنطونيو كارافاليو المعروف باسم توتزي. 9 أهداف في الدوري، كرة قوية جدا وتنفيذ رائع جدا لضربة الجزاء. هذه صعبة جدا على أي حارس مرمى لأنها هي قوية جدا، اختار الزاوية المناسبة وسددها بقوة وسجل الهدف اللي يعلن تقدم النصر على الجزيرة. النصر يتقدم بهدفه الأول في مباراة يوم الثلاثاء القادم في مباراة العودة، وأتحدث عن كأس الرابطة. لكن عندك لاعب، عندك لاعب يعود بصورة جيدة في مباراة. الله الله الله، هدف، هدف ثاني للنصر. العميد يتقدم بهدف ثاني في بداية الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني. تأتي بالأفراح وتأتي بالسعادة لنادي النصر. يتقدم، يتقدم بهدف ثاني في الشوط الثاني مع بدايته مباشرة. النصر، النصر يبدو لي بعد معاناة، بعد معاناة الشهور، بعد معاناة دياز، النصر الآن يتقدم بهدف ثاني. وضياء السبع، ضياء السبع اللي انتقدناه وقلنا أقل من الموسم الماضي، هو اللي بداها، هو اللي تابعها، هو اللي كملها. لكن المرور، المرور 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 والكرة بعد ذلك من جانب ريان مينديز، هو اللي صنع الهدف، هو اللي بدأ الهدف. لكن لكن يحسب لضياء السبع في مناسبتين، في الأولى إنه ما استسلم، للثانية تابعها.